بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. وبأسانيد شيخنا حفظه الله تعالى إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم، أو قال: يرحمكم من في السماء. وبأسانيد شيخنا حفظه الله تعالى إلى جامع مسانيد الإمام أبي حنيفة للعلامة الخوارزمي رحمه الله تعالى قال: قال أبو حنيفة عن أبي هند حارث بن عبد الرحمن عن أبي مسلم الخولاني قال: لما نزل معاذ حمصاً أتاه رجل شاب فقال: ما ترى في رجل وصل الرحم وبر وصدق في الحديث وأدى الأمانة وعفى بطنه وفرجه وعمل ما استطاع من خير غير أنه يشك في الله ورسوله؟ قال: إنها تحبط ما معها من الأعمال. قال: فما ترى في رجل ركب المعاصي وسفك الدماء واستحل الفروج والأموال غير أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله مخلصا؟ قال: أرجو له وأخاف عليه. فقال الفتى: والله لئن كانت التي أحبطت ما معها من عمل ما يضره هذه ما عمل معها. ثم انصرف. فقال معاذ: ما أزعم أن رجلا أفقه بالسنة من هذا، أو أن رجلا أفقه بالسنة من هذا. أخرجه أبو محمد البخاري عن علي بن الحسن بن سعيد عن عمرو بن حميد عن المسيب بن شريك عن أبي حنيفة رضي الله عنه. وأخرجه الحافظ الحسين بن محمد بن خسرو في مسنده عن أبي الفضل بن خيرون عن خاله أبي يعلى عن أبي عبد الله بن دوسة العلاف عن القاضي عمر بن الحسن الوشناني عن محمد بن زرعة بن شداد البلخي عن حفص بن عبد الرحمن البلخي عن محمد بن الحسن عن أبي حنيفة رضي الله عنه. وأخرجه القاضي عمر الوشناني بإسناد مذكور إلى أبي حنيفة رضي الله عنه. ثم قال: قال أبو حنيفة عن يحيى بن عبيد الله بن موهب عن أبيه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن أولاد المشركين فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين. وأخرجه الحافظ طلحة بن محمد في مسنده عن أبي العباس بن عقدة عن أبي بكر بن أبي ميسرة عن أبي عبد الرحمن المقري عن أبي حنيفة رضي الله عنه. وأخرجه القاضي عمر بن الحسن الوشناني عن محمد بن سلمة الواسطي عن أبي عبد الرحمن المقري عن أبي حنيفة رضي الله عنه. وأخرجه أبو عبد الله بن خسرو في مسنده عن أبي الفضل بن خيرون عن أبي بكر الخياط عن أبي عبد الله بن دوسة العلاف عن القاضي عمر بن الحسن الأشناني بإسناده عن أبي حنيفة رضي الله عنه. ثم قال: قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى عن منصور عن إبراهيم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أوتي بمريض يدعو له يقول: أذهب الباس رب الناس، اشفي أنت الشافي، اكفي أنت الكافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. أخرجه أبو محمد البخاري عن صالح بن أبي رميح عن الفضل بن العباس الرازي عن إسحاق بن بهلول عن الوليد بن القاسم عن أبي حنيفة رضي الله عنه. ثم قال: قال أبو حنيفة عن الهيثم عن عامر الشعبي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمكة فلقتين. أخرجه الحافظ طلحة بن محمد في مسنده عن أبي العباس بن عقدة عن يعقوب بن يوسف بن زياد عن هارون بن سباع عن الحسن بن علوان الكلبي عن أبي حنيفة. وأخرجه أبو عبد الله بن خسر البلخي في مسنده عن أبي سعد أحمد بن عبد الجبار عن علي بن أبي علي البصري عن أبي القاسم بن الثلاجي عن أبي العباس بن عقدة عن يعقوب بن يوسف بن زياد عن هارون بن سباع عن حسن بن علوان الكلبي عن أبي حنيفة رضي الله عنه. ثم قال: قال أبو حنيفة عن عبد الله بن أبي زياد عن أبي نجيح عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: أتت أسماء بنت عميس رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: ابنا أخيك هذان أخاف عليهما العين. قال: فأسترقي لهما. قال: نعم، وإنه لو كان شيء يسبق القدر لسبقته العين. أخرجه أبو عبد الله بن خسرو في مسنده عن أبي سعد أحمد بن عبد الجبار الصيرفي عن القاضي أبي القاسم التنوخي عن أبي القاسم بن الثلاجي عن أبي العباس بن عقدة عن أحمد بن محمد بن بكر القصير عن أبي تقي الحمصي عن بقية عن عمرو بن عيسى عن أبي حنيفة رضي الله عنه. قال: ورواه عن أبي الفضل بن خيرون عن أبي علي بن شاذان عن القاضي أبي نصر أحمد بن نصر بن إشكاب عن عبد الله بن طاهر القزويني عن إسماعيل بن توة القزويني عن محمد بن الحسن عن أبي حنيفة رضي الله عنه. ورواه عن أبي طالب عن أبي طالب بن يوسف عن أبي محمد الجوهري عن أبي بكر الأبهري عن أبي عروبة الحراني عن جده عن محمد بن الحسن الشيباني عن أبي حنيفة رضي الله عنهما. وأخرجه محمد بن الحسن في الشيباني في نسخته فرواه عن أبي حنيفة رضي الله عنه. ثم قال: قال أبو حنيفة عن إسماعيل بن أبي خالد وبيان بن بشر عن قيس بن أبي حازم قال: سمعت جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنكم سترون ربكم عز وجل كما ترون هذا القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته،
فلا تغلبوا عن صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. قال حماد بن أبي حنيفة يعني به الغداة والعشي. أخرجه الحافظ الحسين بن محمد بن خسر في مسنده عن أحمد، عن أحمد بن علي بن محمد الخطيب، عن محمد بن أحمد الخطيب، عن علي بن ربيعة، عن الحسن بن رشيق، عن محمد بن حفص، عن صالح بن محمد، عن حماد، قال عن حماد بن أبي حنيفة عن أبي حنيفة رضي الله عنهما قال. وأخرجه القاضي أبو بكر محمد بن عبد الباقي الأنصاري عن أبي المظفر هناد بن إبراهيم النسفي، عن أبي القاسم علي بن أحمد بن محمد بن الحسن الحراني، عن أبي محمد عبد الله بن محمد بن يعقوب الحارثي، عن أبي عبد الله محمد بن خزيمة بن حسان بن عيسى، عن رجاء بن عبد الله النهشري، عن شقيق بن إبراهيم البلخي، عن حماد بن أبي حنيفة عن أبي حنيفة رحمهم الله. ثم قال: قال أبو حنيفة عن موسى بن أبي كثير عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: آية القدر في كتاب الله تعالى علمها من شاء وجهلها من شاء، وهي قوله تعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، وقوله تعالى: فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين. قال: أخرجه الحافظ طلحة بن محمد في مسنده عن أبي عبد الله محمد بن مخلد عن بشر بن موسى عن المقرئ عن أبي حنيفة رضي الله عنه. ثم قال: قال أبو حنيفة عن إسماعيل بن عبد الملك عن أبي صالح عن أم هانئ رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن يوم القيامة ذو حسرة وندامة. أخرجه أبو محمد البخاري عن أبي العباس أحمد بن محمد بن سعيد عن أبي عبد الله محمد بن أحمد الطالقاني عن أبي جعفر محمد بن القاسم عن أبي مقاتل السمرقندي عن أبي حنيفة رضي الله عنه. قال: ثم قال: قال أبو حنيفة عن إسماعيل بن عبد الملك عن أبي صالح عن أم هانئ رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من علم أن الله تعالى يغفر له فهو مغفور له. أخرجه أبو محمد البخاري عن أبي العباس أحمد بن محمد بن سعيد عن أبي عبد الله محمد بن أحمد الطالقاني عن أبي جعفر محمد بن القاسم عن أبي مقاتل السمرقندي عن أبي حنيفة رضي الله عنه. وأخرجه الحافظ طلحة بن محمد في مسنده عن أبي العباس أحمد بن محمد بن سعيد عن أبي عبد الله محمد بن أحمد الطالقاني عن أبي جعفر محمد بن القاسم عن أبي مقاتل السمرقندي عن أبي حنيفة. كما أخرجه أبو محمد البخاري سواء، غير أنه قال: من علم الله من قلبه أنه يطمع منه في التجاوز عنه غفر له أو غفر له. قال: ثم قال: قال أبو حنيفة عن علي بن الأقمر عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تعالى لم ينزل داء إلا وأنزل له شفاء، فعليكم بألبان البقر فإنها تقوم من كل الشجر. أخرجه الحافظ محمد بن المظفر في مسنده عن أبي علي سليمان بن محمد بن إسماعيل الخزاعي عن محمد بن حفص عن عبد العظيم بن حبيب عن أبي حنيفة رضي الله عنه. ثم قال: قال أبو حنيفة عن سلامة بن كهيل عن أبي زعراء من أصحاب عبد الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يخرجن بشفاعتي من أهل الإيمان من النار حتى لا يبقى فيها أحد إلا أهل أو إلا أهل هذه الآية: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، إلى قوله: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. أخرجه أبو محمد البخاري عن إسماعيل بن بشير البلخي عن أبي عصمة عبد عاصم بن عبد الله عن إسماعيل بن يحيى عن أبي حنيفة رضي الله عنه. ورواه أيضا عن أحمد بن محمد بن سعيد الهمداني قال: قرأت في كتاب حمزة بن حبيب الزيات العجلي عن أبي حنيفة عن سلمة بن كهيل عن أبي الزعراء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: يعذب الله تعالى قوم من أهل الإيمان ثم يخرجهم بشفاعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم حتى لا يبقى إلا من ذكره الله تعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، إلى قوله: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. ورواه بمثل هذا اللفظ عن أحمد بن محمد بن سعيد الهمداني عن عبد الله بن أحمد بن بهلول أنه قال: هذا كتاب جدي إسماعيل ابن حماد بن أبي حنيفة، فقرأت فيه: حدثنا أبي والقاسم بن معن عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى. ورواه عن صالح بن سعيد بن مرداس الترمذي عن صالح بن محمد عن حماد بن أبي حنيفة عن أبي حنيفة رضي الله عنهما. ورواه عن محمد بن رميح عن عقبة بن مكرم عن أبي يحيى الحماني عن أبي حنيفة. ورواه بدر بن الهيثم الحضرمي عن أبي كريب عن أبي يحيى الحماني عن أبي حنيفة رضي الله عنه. ورواه عن علي بن الحسين الكشي عن شعيب بن أيوب عن أبي يحيى الحماني عن أبي حنيفة رضي الله عنه. ورواه عن محمد بن خزيمة البلخي ورجاء بن سويد كلاهما عن حاميم بن نوح عن سلم بن سالم عن أبي حنيفة رضي الله عنه. ورواه عن عبد الله بن عبيد بن شريح عن عيسى بن أحمد عن المقري عن أبي حنيفة. ورواه عن أحمد بن محمد الهمداني عن الحسن بن علي قال: قرأت في كتاب حسين بن علي قال: حدثنا يحيى بن حسن عن زياد بن حسن بن فرات عن أبي حنيفة رضي الله عنه.
ورواه عن أحمد بن محمد عن منذر بن محمد عن أبي عن أيوب بن هاني عن أبي حنيفة رضي الله عنه، ورواه عن حمدان بن ذنون عن إبراهيم بن سليمان الزيات عن وشداد بن حكيم كلاهما عن زفر عن أبي حنيفة رضي الله عنه، ورواه عن محمد بن إسحاق السمسار عن جمعة بن عبد الله عن أسد بن عمرو عن أبي حنيفة رضي الله عنه، ورواه عن محمد بن عبد الله بن إبراهيم البخاري عن بجير بن النضر عن عيسى بن موسى عن أبي يوسف عن أبي حنيفة رحمهم الله، ورواه عن أحمد بن محمد عن محمد بن عبد الله المسروقي قال هذا كتاب جدي فقرأت فيه عن أبي حنيفة رضي الله عنه، ورواه عن محمد بن عبد الله السعدي عن الحسن بن عثمان عن الحسن بن زياد عن أبي حنيفة رضي الله عنه، ورواه عن حماد بن أحمد المروزي عن الوليد بن حماد عن الحسن بن زياد عن أبي حنيفة رضي الله عنه، ورواه عن أحمد بن محمد عن منذر بن محمد عن أبيه عن أمي عن أبي سعيد عن أبي حنيفة رضي الله عنه، ورواه عن صالح بن أحمد بن أبي مقاتل عن محمد بن شوكر عن محمد بن القاسم عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى. قال دقيقة، الصوت واضح شيخنا؟ الصوت واضح شيخنا؟ الصوت واضح شيخنا؟ تسمعني شيخنا أحسن الله إليك؟ لا في إشكالية في الصوت. شيخنا الصوت واضح؟ لا يعطيني إشارة ضعيفة. أعيد الاتصال على الشيخ. السلام عليكم ورحمة الله، الصوت واضح شيخنا؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشيخ ما اعتذر اليوم؟ طيب في إشكالية. يا مرحبا، حياك الله دكتور محمد رفيق، حياكم الله شيخنا. لا الحمد لله اليوم اعتذر من كل الدروس إلا درسنا بفضل الله عز وجل. يعني احنا قريته على انت و... الصوت واضح؟ اي نقرا شيخ انت من ساعه نقرا. الصوت واضح شيخنا؟ لا حول ولا قوه الا بالله. لا لازم تبينون الشيخ، انا انت خبرتني اعتذر اليوم. الصوت واضح شيخنا؟ عاود الاتصال شيخنا شيخ محمد بالشيخ. هو يعطي أن الشبكة عند الشيخ ضعيفة. طيب سنحاول الآن آخر شيء أو نتوقف هنا.
تترك مجال ليتصل الشيخ فضيلة الشيخ محمد. السلام عليكم شيخنا. السلام عليكم شيخنا. الصوت واضح الآن عندكم؟ طيب طيب أحسن الله إليكم. نواصل شيخنا الله يحفظكم. قال رحمه الله تعالى: ورواه محمد عن محمد بن عبد الله. نعم شيخنا. نعم. قال: ورواه عن محمد بن عبد الله السعدي عن الحسن بن عثمان عن الحسن بن زياد عن أبي حنيفة رضي الله عنه. ورواه عن حماد بن أحمد المروزي عن الوليد بن حماد عن الحسن بن زياد عن أبي حنيفة رضي الله عنه. ورواه عن أحمد بن محمد عن منذر بن محمد عن أبيه عن عمه عن أبيه سعيد عن أبي حنيفة رضي الله عنه. قال: ورواه عن أحمد بن محمد عن منذر بن محمد عن أبيه عن عمه عن أبيه سعيد عن أبي حنيفة رضي الله عنه. ورواه عن صالح بن أحمد بن أبي مقاتل عن محمد بن شوكر عن محمد بن القاسم عن أبي حنيفة رحمه الله. ورواه الحافظ طلحة بن محمد في مسنده عن صالح بن أحمد بن مقاتل عن محمد بن شوكر عن القاسم بن الحكم عن أبي حنيفة رضي الله عنه، غير أنه قال: يعذب الله تعالى قوما ثم يخرجهم بشفاعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وأخرج. طيب الصوت واضح شيخنا؟ في مشكلة عند الشيخ اليوم. شيخنا تسمعوني حفظكم الله؟ فصل الخط. دقيقة. طب ننتظر يا أخوة دقيقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب نواصل شيخنا، الصوت واضح؟ طيب طيب بس أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى، وسنعيد أربعة أسطر. قال: ورواه الحافظ طلحة بن محمد في مسنده عن صالح بن أحمد بن مقاتل عن محمد بن شوكر عن القاسم بن الحكم عن أبي حنيفة رضي الله عنه، غير أنه قال: يعذب الله تعالى قوما ثم يخرجهم بشفاعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وأخرجه الحافظ محمد بن المظفر في مسنده عن أبي محمد عبد الرحمن الرملي عن محمد بن شوكر عن القاسم بن الحكم عن أبي حنيفة رضي الله عنه.
وأخرجه أبو عبد الله بن خسرو في مسنده عن أبي الغنائم محمد بن علي بن الحسن عن أبي الحسن محمد بن أحمد بن محمد بن زرقويه هكذا أو رزقويه عن أحمد بن محمد ماذا عندكم في القديمة عن عبيد العجلي عن محمد بن العلاء عن عبد الحميد الحماني عن أبي حنيفة رضي الله عنه، ورواه عن المبارك بن عبد الجبار الصيرفي عن أبي محمد الحسن بن علي الفارسي عن الحافظ زرقويه نفسه عن الحافظ محمد بن مظفر بإسناده إلى أبي حنيفة رضي الله عنه، ورواه عن أبي الفضل بن قيرون عن أبي علي بن شاذان عن أبي نصر بن إشكاب عن عبد الله بن طاهر القزويني عن إسماعيل بن توبة القزويني عن محمد بن الحسن الشيباني عن أبي حنيفة رضي الله عنهما. قال وأخرجه الحافظ أبو بكر أحمد بن محمد بن خالد بن خليل الكلاعي في مسنده عن أبي محمد بن خالد الكلاعي عن أبيه خالد عن محمد بن خالد الوهبي عن أبي حنيفة رضي الله عنه، وأخرجه محمد بن الحسن في نسخته فرواه عن أبي حنيفة رضي الله عنه. ثم قال قال أبو حنيفة عن يزيد بن صهيب الفقير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال يخرج الله تعالى من النار من أهل الإيمان بشفاعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال يزيد بن صهيب فقلت لجابر إن الله تعالى يقول وما هم بخارجين من النار، فقال جابر اقرأ ما قبلها إن الذين كفروا إنما هي في الكفار. أخرجه أبو محمد البخاري عن يحيى بن إسماعيل بن الحسن الهمداني قال وجدت في كتاب جدي الحسن بن عثمان عن مخلد بن عمر القاضي البخاري عن أبي يوسف عن أبي حنيفة رضي الله عنه، ورواه عن عبد الصمد بن الفضل عن خلف بن أيوب عن أبي يوسف عن أبي حنيفة رضي الله عنه، ورواه عن أحمد بن محمد عن عبد الوهاب بن حماد بن الحارث عن أبيه عن النضر بن محمد عن أبي حنيفة رضي الله عنه، ورواه عن أحمد بن محمد عن منذر بن محمد عن حسين بن محمد عن أسد بن عمرو عن أبي حنيفة رضي الله عنه، ورواه عن محمد بن علي السرخسي عن عبدان ووهب بن زمعة وحمد بن آدم كلهم عن عبد الله بن المبارك عن أبي حنيفة رحمه الله، ورواه عن أبي محمد بن يعقوب وسعيد بن ذاكر كلاهما عن أحمد بن زهير عن عبد الله بن يزيد عن أبي حنيفة رضي الله عنه، ورواه عن أحمد بن محمد الهمداني عن فاطمة بنت محمد بن حبيب الزيات عن أبي أنها قالت قرأت في كتاب حمزة بن حبيب الزيات عن أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه، ورواه عن محمد بن قدامة بن سيار الزايد عن يحيى بن موسى عن أبي سعد الصغاني عن أبي حنيفة رضي الله عنه، ورواه عن بدر بن الهيثم بن خلف الحضرمي ومحمد بن قدامة بن سيار كلاهما عن أبي كريب محمد بن العلاء عن عبد الحميد الحماني عن مسعر وأبي حنيفة رضي الله عنهما، ورواه عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي أنه قال هذا كتاب حسين بن علي فقرأت فيه حدثنا يحيى بن الحسن عن زياد بن الحسن بن الفرات عن أبي حنيفة رضي الله عنه، ورواه عن أحمد بن محمد عن منذر بن محمد عن أبي عن أيوب بن هاني عن أبي حنيفة رضي الله عنه، ورواه عن صالح بن أحمد بن أبي مقاتل البزاز بدرب أبي هريرة ببغداد قال عن محمد بن شوكر عن القاسم بن الحكم عن أبي حنيفة رضي الله عنه قال ورواه عن سالم بن بشر الكندي عن الفتح بن عمرو عن الحسن بن زياد عن أبي حنيفة رضي الله عنه، ورواه عن أحمد بن محمد عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن مسروق أنه قال هذا كتاب جدي فقرأت فيه حدثنا أبو حنيفة رضي الله عنه، ورواه عن محمد بن رضوان عن محمد بن سلام أو سلام عن محمد بن حسن الشيباني عن أبي حنيفة رضي الله عنه غير أنه قال يخرج الله تعالى قوما من النار بشفاعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم فيؤتى بهم نهرا يقال له نهر الحيوان أو نهر الحيوان فيغتسلون فيه غسل الثعارين ثم يدخلون الجنة فيسمون الجهنميين ثم يطلبون إلى الله تعالى فيذهب عنهم ذلك الاسم عنهم أو فيذهب عنهم ذلك الاسم عنهم، ورواه عن عباد بن زيد بن عبد الرحمن الهروي عن أبي عن خالد بن الهياج عن حماد بن أبي حنيفة والمسعودي عن يزيد الفقير قال كنت أرى رأي الخوارج فسألت أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخبروني عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بخلاف ما كنت أقول فأنقذني الله تعالى بذلك. وأخرجه الحافظ طلحة بن محمد في مسنده عن صالح بن أحمد عن محمد بن شوكر عن القاسم بن الحكم عن أبي حنيفة، ورواه عن أحمد بن محمد بن سعيد عن فاطمة بنت محمد بن حبيب عن عمها حمزة بن حبيب عن أبي حنيفة رضي الله عنه، ورواه عن أحمد بن محمد بن سعيد عن محمود بن علي عن عبد الله بن يزيد المقرئ عن أبي حنيفة رضي الله عنه، وأخرجه أبو عبد الله الحسين بن محمد بن خسرو في مسنده عن أبي السعود أحمد بن علي بن محمد عن أبي طاهر محمد بن أحمد بن أبي الصقر عن أبي الحسن علي بن ربيعة بن علي بن ربيعة عن الحسن بن رشيق عن أبي عبد الله محمد بن حفص بن محمد بن عبد الملك الطالقاني عن صالح بن محمد بن التميري عن حماد بن أبي حنيفة عن أبي حنيفة رضي الله عنه، ورواه عن أبي الفضل بن خيرون عن أبي علي بن شاذان عن أبي نصر بن إشكاب عن عبد الله بن طاهر عن إسماعيل بن توبة القزويني عن محمد بن الحسن الشيباني عن أبي حنيفة رضي الله عنه، ورواه عن أبي طالب بن يوسف عن أبي محمد الجواري عن أبي بكر الأبهري عن أبي عروبة الحراني عن جده
عامر بن أبي عمرو عن محمد بن الحسن الشيباني عن أبي حنيفة رضي الله عنه، وأخرجه الإمام محمد بن الحسن الشيباني في الآثار فرواه عن أبي حنيفة، وأخرجه الحافظ أبو بكر بن أحمد بن محمد بن خالد بن خليل الكلاعي في مسنده عن أبي محمد بن خالد بن خليل عن أبي خالد بن خليل عن محمد بن خالد الوهبي عن أبي حنيفة رضي الله عنه، وأخرجه محمد بن الحسن في نسخته فرواه عن أبي حنيفة. ثم قال: قال أبو حنيفة عن السائب عن محمد بن السائب الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن وحشيا لما قتل حمزة مكث زمانا ثم وقع في قلبه الإسلام، فأرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعلمه أنه وقع في قلبه الإسلام. وقد سمعتك تقول عن الله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله، الآية، وإني قد فعلتهن جميعا فهل من رخصة؟ فقال: فنزل جبرائيل عليه السلام فقال: يا محمد قل له إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، الآية. قال: فأرسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إليه بهذه الآية فقال: وحشي إن في هذه الآية شروطا وأخشى أن لا أفي بها ولا أطيق أن أعمل عملا صالحا أم لا، فهل عندك شيء ألين من هذا يا محمد؟ قال: فنزل جبرائيل بهذه الآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال: فكتب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الآية وبعد بها إلى وحشي، فلما قرئت عليه قال: إنه يقول ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وأنا لا أدري لعلي ألا أكون في مشيئتي أن إن يشأ لي بالمغفرة، فلو كانت الآية ويغفر ما دون ذلك ولم يقل لمن يشاء كان ذلك، فهل عندك أوسع من هذا يا محمد؟ قال: فنزل جبرائيل بهذه الآية: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قال: فكتب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبعث بها إلى وحشي، فلما قرئت عليه قال: أما هذه فنعم. ثم أرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال: يا رسول الله إني قد أسلمت فأذن لي في لقائك. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنواري عني وجهك فإني لا أستطيع أن أملأ عيني من قتل عمي حمزة. قال: فسكت وحشي حتى كتب مسيلمة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله: أما بعد، فقد أشركت في الأرض فلي نصف الأرض ولقريش نصفها، غير أن قريشا قوم يعتدون. قال: فقدم بكتابه إلى رسول فقدم بكتابه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو فقدم بكتابه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجلان، فلما قرئ الكتاب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال للرسولين: لولا أنكما رسولان لقتلتكما. ثم دعا علي رضي الله عنه فقال: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب: السلام على من اتبع الهدى، أما بعد، فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين، وصلى الله على محمد. فبلغ وحشيا ما كتب مسيلمة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأخرج المزراق الذي قتل به حمزة فصاق له وهم بقتل مسيلمة، فلم يزل على عزمه ذلك حتى قتله يوم اليمامة. أخرجه أبو محمد البخاري عن أبي عبد الله رجاء بن سويد النسفي عن أبي غالب جبرائيل بن سالم السمرقندي عن محمد بن حميد السمرقندي عن جعفر بن عون عن أبي حنيفة رضي الله عنه، وأخرجه الحافظ طلحة بن محمد في مسنده عن أحمد بن محمد بن أحمد بن سعيد عن موسى بن عمر ابن محمد بن عمران السمرقندي عن أبي سليمان محمد بن حميد عن جعفر بن عون عن أبي حنيفة رحمه الله. ثم قال: قال أبو حنيفة عن عطاء بن سائب عن أبي الضحى عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: ألف لام ميم راء، قال: أنا الله أعلم وأرى. أخرجه أبو عبد الله بن خسرو في مسنده عن أبي السعود أحمد بن علي بن محمد عن محمد بن أحمد الخطيب عن علي بن ربيعة عن الحسن بن رشيق عن محمد بن حفص عن صالح بن محمد عن حماد بن أبي حنيفة عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحسن الله إليكم شيخنا وغفر الله لنا ولكم وجزاكم الله خيرا. شيخنا آمين. تجيز الإخوة خاصة وعامة شيخنا والأهل والأزواج والذرية والطلاب. أجزت ما ذكرتم عامة وخاصة. قبلنا وتشرفنا، رفع الله قدركم وأعلى منزلتكم شيخنا في الدارين جميعا إن شاء الله. آمين. نستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبلنا وتشرفنا، أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بكم وجمعنا وإياكم غدا بإذن الله عز وجل في موعد يتجدد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم الصحة والعافية على شيخنا وعلى مشايخنا جميعا وشيخاتنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمد بواسع رحمته من فقدناهم منهم خلال الأشهر والأيام الماضية رحمة الله عليهم. نسأل الله سبحانه وتعالى
أن يكتب أجر الجميع ويعلي ذكرهم ويبارك فيهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم إلى ذلكم الحين. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالنسبة يا أخوة، قرأنا اليوم من حديث 157 إلى نهاية الحديث 170، من الحديث 157 إلى نهاية الحديث 170. جزاكم الله خيرا. أفتح الله عليك يا شيخ محمد، سلام ورحمة الله وبركاته. واليوم أيها الأحباب، شيخنا اعتذر من كل الدروس من الصباح إلى المساء، وبفضل الله نسقنا مع أهل الشيخ وقالوا لا أنتم إن شاء الله يعني ينتظم معكم في المجلس، فبفضل الله عز وجل وفقنا في أن يكون الشيخ معنا. فسبحان الله، لا تبنون على رفض الشيخ أو انشغاله في الصباح، هذه صادفتنا الآن لثالث مرة قالوا في المستشفى حتى